اللفة اللي بعدها. أنا دخت من اللفة ده. أنا دخت من اللفة ده. آه ياما يا. خلاص لغمة. أول بوكس. أول لغم؟ آه. أول لغم. أنتوا جايبين لي كل الفشل. محمد فؤاد نجم بيحقق إيرادات وأنت كوميديان كبير، ليه الدويتو ده فشل لما اجتمع في فيلم واحد؟ آه. فيلم هو فيه إيه؟ ما حققش الإيرادات القوية. آه، لا ده ما حققش إيرادات خالص. ليه بقى؟ والله ما نعرف. و معرفش، قد يكون المشاكل اللي حصلت جوه الفيلم إن أثرت الكلام الكتير اللي حصل جوه مشاكل الفيلم واتعرضته الجرايد أو اتقالت في الجرايد، ممكن يكون ده أثر شوية. شكل الأفيش ممكن يكون برضو كان له عامل. التريلر ما كانش حلو فما عملش جذب. لكن الغريب إن الفيلم لما اتعرض في التلفزيون الناس حبته ونجح جدا وبيتفرجوا عليه ومعجبين بيه، وكتير قوي بيكلمني عن الفيلم ده. يعني مش بقول انا على فكره لما من النوع اللي ما اعرفش اجمل حاجه انا اعملها، يعني لما حاجه بتبقى وحشه بنقول، انما هو الفيلم نفسه كان فيلم حلو ومصنوع صناعه حلوه، بس ظروف عرضه ما تعرفيش بقى جت هي كده. انت قلت قبل كده لو الكواليس بتاعتك انت ومحمد فؤاد اتعرضت كانت هتنجح اكتر من الفيلم نفسه. والله الضحك اللي حصل فيها والخناقات والمشاكل اللي بيني وبين محمد، لان محمد وفؤاد انا وهو اصدقاء من 30 سنه، يعني من سنين، واللي بيننا وبين بعض الهزار اللي بيننا وبين بعض، يعني لو في ناس قاعده حوالينا ما يعرفوش شكل الهزار يفكروها خناقه، يعني ناس كتير جدا كانوا يتخضوا من هزارنا من بعض. وهو للامانه دمه ما بيبقاش خفيف الا معايا، يعني بيقعد يعمل حاجات عجيبه عشان يستفزني واقعد انا اتريق واعمل حاجات. لكن اللي حصل جوه كواليس الفيلم دي كانت مهازل يعني. طب دلوقتي كميتك اكتر مع مين ممكن تعمله مع بعض حاجه تكسر الدنيا غير فؤاد؟ كتير يعني مثلا انا حاسس انا لو عملت مثلا حاجه انا ومثلا ماجد الكدواني، لان اشتغل معايا قبل كده، وماجد من نوعية الكوميديانات اللي ما بيدعي، يعني مش ما بيدعيش الكوميديا، يعني هي بتطلع منه تلقائية وبيحاول ويضحك من خلال الشخصية، وانا بحب الحاجات دي قوي. واشتغلنا مع بعض في حاجات كتيرة، اشتغلت يعني كان معايا في القرموطي قبل كده في المسلسل، وعمل معايا الرجل الابيض المتوسط. هو لطيف قوي ودمه خفيف وكوميديان شاطر، وحسيت ان الكيمياء بيني وبينه حلوه، يعني حتى المشاهد اللي كانت بيني وبينه كانت مشاهد حلوه ودمها خفيف. وفي كتير بصراحه بس مش حاضرني دلوقتي. انا وهنيدي لما بنشتغل مع بعض بتبقى يعني ما بتبقى برضو الكيمياء بيننا وبين بعض عاليه جدا. اشتغلنا مع بعض مسلسلات كتير وافلام قبل كده، عملنا مع بعض سمكه واربع قروش. صلاح عبد الله برضو من نفس النوعيه، برضو من النوعيه اللي حاسس ان انا ممكن نبقى كميتنا حلوه مع بعض انا ورزق، لان احنا برضو اصحاب وقريب مني قوي. في كتير بصراحه، وانا بحب اشتغل مع كل الناس. طيب تركيبه فيلم يتحب يتقب طبعا. يعني حضرتك والاستاذ فاروق الفيشاوي والله يرحمه برضو منتصر بالله، استاذ ماني فخر الدين والاستاذ تحيا كاريوكا والاستاذ ليه دلوقتي ما بتحصلش يعني الافلام الجميله دي اللي هي نجوم فين؟ والله الفيلم ده لما اتعمل ايامها بجد كان حلو، فيلم حلو جدا، وكان من النجوم اللي فيه، وفكره الفيلم نفسها كانت فكره عبقريه اللي كاتبها يوسف معاطي. فكره الناس مش عايزه تخرج من الجامعه لانها حاسه انها بتكسب ايام الدراسه اكتر ما هتشتغل، فهو كان برضه تركيبه حلوه طبعا. طب ليه ما بتتكررش الايام دي الافلام دي؟ ليه؟ ما اعرفش. لا في بيتجمع ساعات مجموعات، ما احنا حاولنا نعمل مجموعه اهو في فيلم ونجيب مجموعه كبيره من الفنانين. وعلى فكره ما اعرفش ليه الحاجات ديت ما بتاخدش حقها وما بتنجحش زي ما هو متوقع، لا بره ولا جوه. صح، في حاجه بتبقى في الجمهور لغز، وده دهشته اللي احنا مش عارفين نحلها. لغز ولا ممكن يكون تغيير اجيال، دماغ اتغيرت؟ ملهاش علاقه بالتغيير اجيال، ده واحد بيبقى نازل له فيلم في نفس السنه هو لوحده وفيلم تاني مع مجموعه، فيلمه اللي لوحده بينجح واللي مع مجموعه يعني حاجه غريبه.